ان هو شايف ايه من ايات الله، يعني رغم ان هم كانوا بيتعمدوا اهانته والاساءه ليه لما ده لما كان في رح. اول جلسه ما يعني اول لكن جلسه لكن بقى واضح ان بعد كده حصل خلافات، وشفت رموز كتير في اللجنه التشريعيه والدستوريه كمان. في مره من المرات كانوا عايزين يطلعوا 40 واحد من السجن، 40 واحد بالاسم. طبعا دول اللي هم اداهم مرسي عفو، ده دول اللي هم اللي قتلوا، فجم يعملوا دول تنظيم القتله يعني. ايوه فجم يا دكتور، انا بقى في اللجنه التشريعيه الدستوريه، فعمالين يالفوا القانون اللي هو بقى اللي ايه اللي اسمه كذا واللي سنه كذا واللي كان وقت ما اتقبض عليه. قلت له يا عم بيفصلوا. قلت له ارجوك اكتب اسم اللي انت عايز تطلعهم وخلصنا وطلع بيهم قانون دلوقتي، ما انت معاك الاغلبيه، انت محيرنا معاك ليه؟ عمال بيفصل في اللجنه مواد تشريعيه وقانونيه تخرج 40 واحد. انت متخيل الى هذا الحد؟ انت امام عقول ضيقه وامام جيتو مقفول عايز يخرج ناس ويطلع ناس ويعمل لهم قانون، انت متخيل قد ايه عمق الفكره انه مفيش غيرهم موجود؟ هم خلاص استباحوا البلد، استباحه لكل حاجه، حتى استباحه التشريع، حتى استباحه اللجنه التشريعيه والدستوريه. يا اخي ايام الحزب الوطني كانوا بيعملوا قوانين بس فيها كفاءه، فيها شطاره، ما بيعملوش قانون عشان واحد. عارف ان القانون لو اتعمل عشان واحد او لخدمه غير دستوري غير دستوري فورا. فقلت لصبحي صالح قلت له يا عم اعمل اكتب اسم ال 40 واحد طلعوا بيهم قانون من هنا، اسهل على فكره وهيتوافق عليه. قانون عفو وطلعوه. يعني احنا كنا بنشوف الممارسات دي قدامنا، فالمساله كانت صعبه جدا وتحملنا. يعني انا كنت ضمن قله قليله في اللجنه التشريعيه والدستوريه، مش اخويا. انا عايز اقول لحضرتك ان من ضمن المواجهات، معلش الشيء بالشيء اذكر، انتخابات نقابه المهندسين. انا دخلتها في الوقت ده 2011 ضد الاخوان، وكان انا الشعبه المدنيه. ده انتوا ايام وانت في البرلمان، وانا في البرلمان، وانت في البرلمان. دخلت الانتخابات الهندسه مدني. المدنيه 15 واحد، كان 14 اخوان وانا. وبرضه نفس الحكايه حتى على مستوى المهندسين والمهنيين. انت في النهايه العقليه واحده، مهندس، دكتور، عامل في الزرع، فلاح، صنايعي، بس بدل منتمي. فكره الجماعه غالبه على اي فكر او غالبه على اي مهنه او تفكير او يعني او دراسه ملهاش علاقه. فالمساله لا صعبه، احنا كنا في غمه كبيره وربنا نجدنا الحمد لله. طب دي تجربه البرلمان بالنسبه لك. هم عانوا من حاله فزع لما يعني كان خلاص في اخبار عن حل هذا البرلمان، يعني الفتره دي كانوا بيتعاملوا ازاي؟ طبعا هي جت في ليله. هو على فكره البرلمان اتحل تاني يوم الصبح، ما انا قلت مطار طير وارتفع الا كمطر وقع. تاني يوم الصبح، لدرجه لما اتحل لقيت الدكتور كتتني بيكلمني في تليفون بيقول لي بس اللي هو انت كنت عندك معلومه ان البرلمان يتحل؟ هو ما اعرفش خالص. قلت له يا دكتور ما انا معاك في البرلمان، ما هو اتحل عليا وعليك يعني، ما انا كمان نائب. لكن هو طبعا هو الكلمه في التوقيت تاني يوم الصبح يتحل البرلمان، ده هو من عند ربنا واحساس سياسي انه مش ممكن هتقدروا تطيروا اكتر من كده، مش ممكن. بس خلي بالك الانتهازيه، حتى لو عايز تبقى انتهازي يعني خليك حرفجي، خليك شاطر. لا ده في دوس على الرقاب ومش شايف اي حد غير نفسه ومش شايف اي حد غير طياره، ودي مساله لا تنذر الا بوقوع وسقوط. فلا ما كانش عندي معلومه الحقيقه. والحقيقه انا كنت واحد من الناس متضايق ان البرلمان اتحل. انا بذلت فيه مجهود، انا عارف طبعا في اخوان، بس انا بذلت مجهود ونجحت يعني على دراعي، ودخلنا انتخابات قويه وواجهنا الاخوان ويعني وكل ده، والبرلمان اتحل. لكن بدل في مصلحه البلد خلاص، اللي عملناه بقى في نقابه المهندسين احنا اللي حلينا المجلس يعني بعد ما لقينا المشهد وانا كنت عضو فيه، الحقيقه احنا اتجهنا لحله، والحقيقه ده كان اسلم حل. فما كانش عندك مشكله بقى في المساحه دي؟ لا. طيب انا هاخد حضرتك لمساحه اخرى، بس هاسس هذه المساحه على المواجهه اللي كانت في مكتب الدكتور الكتتني لما قال لك يعني كل عيش احنا هنحكم 500 سنه، فانت قلت له ولا 500 يوم. ايه الموقف، ايه المشهد، ايه القرار، ايه اللي لما حصل انت ايقنت انه هذا النظام زائل وفي اسرع وقت، وازاي بدات تشترك في الحراك خارج البرلمان؟ هو خلاص البرلمان اتحل قبل الانتخابات الرئاسيه، ما كانتش لسه الانتخابات الرئاسيه حصلت. ازاي تحول الحراك بتاعك السياسي من البرلمان الى خارج البرلمان لحد ما نوصل مع بعض ل 30 يونيو؟ بس اذا سمحت لي ان يكون هذا حديثنا في الحلقه القادمه
ان شاء الله. يشرفني طبعا. بشكر حضرتك شكر مؤقت.